البلان معناتها ايبيديميولوجيك قاعدين نعيشوا فتره انتقاليه ديموغرافيه، يعني باش يوليو العباد الكبار في تونس النسبه نتاعهم اكثر من لي جون. وهذا سافا اريفي توا دون لي مثل العوام هذوما توا باش تتبدل المعطيات، دونك باش يوليو عندنا برشا مسنين. دونك ا بارتير دو مومون اللي يوليو عندنا برشا مسنين اون فا افوار اكثر عباد اللي باش تشكيو بالمرض هذايا. حتى الناس الكل تقول قبل يا اخي العباد الكل ما كانوش تحكيو فيه للدرجه هذايا، تو دان كو اسكو سي ان افي مود معناتها سي با ان تخيك دو فون. لو بروبليم سي كو لي جون قاعدين يكبروا قاعدين يموتوا كبار ياسر، دونك قاعدين نسبه الوفيات والاسبيرونس دو في ولا قاعده الحياه اكزاكتومون ولا دونك باش انا باش نتكلم باش نترجم ابارامون سي سا ولا قاعده تقدم معناتها من عام لعام. دونك بلو العباد تكبر بلو فما امراض قاعدين نشوفوا فيهم، منهم امراض فقدان الذاكره اللي هما مش معناتها كل كما قلت انت قبيلة هجر معناتها مش مرض الذاكره معناتها ايجار الزهايمر، اما نسبه كبير منه واللي العباد تعاني فيه اكثر واللي العباد معناتها اللي المشكله الكبيره هو الزهايمر. هي اما مش معناتها فما عباد كبار ويخلطوا العمر معناتها كبير بالكدا ويفوتوا 90 سنه وبعدين ما بين 90 و100 وعمرهم ما يصير لهم فقدان تاع ذاكره. معناتها الشيخوخه في حد ذاتها مش ايجال بيخ دو لا ميموار، مش انسان اي انسان يكبر باش يفقد الذاكره. نو ولا مش ولا سي با سا يقعد يخدم الوظيفه نتاعو تخدم معاه صحيح ولا مش معناتها ديما سافيت كوم سا ولا والانواع الاخرى دكتوره اللي موجوده في فقدان الذاكره. يعني فما برشا حاجات ديجا بون، فما المرض الزهايمر اللي نجم نطولوا فيه ونحكيوا فيه اللي هو اللي يهم اكثر العباد، مي احنا فيو توا طريقه العيش توا لو ستريس اي توت لا في كلها فما برشا عباد اللي ناريف بلو ا سو كونسونتري، دونك يحسوا روحهم ينساو، مش يحسوا روحهم سي اون فيريتي هما قاعدين ينساو ولا. دونك فما ديبرسيون الاكتئاب النفسي ينجم يخلي فما من علامات الاكتئاب النفسي هو هو النسيان ولا. فما امراض نتاع الغدد كيما هو لي زورمون تيرويديان لا تيرويد الغده الدرقيه كي تبدا ما تشتغلش بالكدا بالكدا تبدا اون نيبو فونكسيونمون تنجم تعطي دي بروبليم دو ميموار اوسي ولا. دونك لا فيتامين بي 12 فما دي مالادي نورولوجيك، فما امراض اخرى من الناحيه طب الاعصاب يعرفوهم اللي نجموا يعطيونا فقدان الذاكره عند العباد الكبار ونجموا يتعالجوا بطريقه اخرى ديفيرونت كو الزهايمر. يعني فقدان الذاكره في حد ذاته وحده ماهوش ايجال الزهايمر. بالنسبه للالزهايمر تو نحكيو عليه بالضبط شنو اللي يلزم فما علامات اخرى نستحقوا لها مع فقدان الذاكرة. باهي دكتوره مادام جبت انت على العلامات، شنو العلامات اللي موجوده في فقدان الذاكرة اللي تخلينا نميزوا بين كل نوع نتاع فقدان ذاكرة؟ برافو. دونك فما زوز نجم نقولوا ابري نجم نقسموهم على زوز حالات. فما فقدان الذاكرة لي زوبلي بينا معناتها اللي هما بسيطه، مثلا نعطيو دي زيكزامبل باش العباد تفهمنا. مثلا نسيت وين حطيت تليفوني، نسيت وين حطيت المفاتح، ولا ما لقيتش مرايتي، لواجت على حاجه، شفت عبد عندي دراع قدام ما شفتوش، ما تذكرتش اسمه، دي شوز اللي هما ماهمش انكيتونت. مثلا نعرف روحي اللي انا ولا لازمني باش نعمل لي كورس نقضي لازمني نعمل اون ليست، جيكري اون ليست ولا باش ما ننساش، سي ليست دو رابيل ولا. دوك هما دي 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 ولا واحد خرج نسى حتى كرهبته في الباركينج، مشى يقضي في سوبر مارشي، خرج ما عرفش البوق نتاع الكهرباء. هذوما كلهم اون فا دير اكزاكتومون اون فا دير هذوما حاجات ينجموا يصيروا اي انسان ولا. مي فما حاجات اللي هما غراف اللي هما امبوسيبل مادام انت كان نسيتهم سي كو يا دي شوز كي سون غراف. باغمي مثلا لي شوز غراف اللي تقول انت ولا مثلا عباد من عائلتك وتعرفهم وتمشي عليهم وتجي تو دان كو تراهم ما تذكرش حتى اسمه كومبليتمون. مثلا مرا طيب في الكوجينه تنسى الغاز يشعل ولا سا سي غراف معناتها ولا. دونك فما حاجات اللي هما لا اي وسورتو العباد يفيقوا فيها بالتكرار. مثلا نحكي لهم مثلا يجي الولد يحكي مثلا جو سي با البوه حكايه اي لو بيغ يعاود يقول له انت حكيت هذه الحكايه هذايا ويعاود له. دونك اي دونك اون جينيرال فقدان الذاكره يبدا ديفيرون ماهوش نفس مش نفس الكتالوج ان فات سور لوكال لو ريجيستر وين يصير فقدان الذاكره. والحاجه الاخرى اللي هي مهمه لا كونسيونس، اسكو المريض هو اللي كونسيون اللي هو فقد عنده فقدان الذاكره ولا لا. فوالا اون جينيرال زاد اما بيان سور هذا الميديسين ني جامي ايتي ان سيونس اكزاكت، مي نحكي لك غالبيه الاحوال غالبيه الوقت
أغلبية الوقت العبيد اللي عندهم فقدان ذاكرة ناتج على إرهاق، على أعصاب، على اكتئاب، على أمراض أخرى غير الألزايمر، أون جينيرال عندهم وعي بالموضوع. ما تعب يجي يقول لك جاريف بلو، ما نعرفش نتذكر، راني نشوف العبيد ما نتذكرش، نتفرج في فيلم نجي نعاود الحكاية ما نلقاهاش. دونك لي جون سون كونسيون دو بروبليم، دونك يجي للطبيب هو بيدو بنفسه اللي إكسبوز المشكلة شنية. فوالا باغ كونتخ العبيد اللي عندهم فقدان الذاكرة اللي أون جينيرال عنده علاقة برافو اللي عنده علاقة بالألزايمر اللي مالادي أبارنتي تو سكي معناتها ديمونس، أون جينيرال ماهمش ياسر كونسيون. مثلا يجي أون كونسلتاسيون أون جينيرال ساعة ولادهم هما اللي يجيبوهم، بنته ولا ولده ولا بنته ولا وتبدا هي باهتة تقول لها أبون تي مثلا لا في تقول مثلا لي زيكزامبل كون فوا احنا في الكونسلتاسيون، تقول لي ماما ما عادش كي العادة ليه مثلا ولات تنسى نحكي لها الحكاية، تبدا هي المرأة تبيها تقول لها أبون أنا ننسى ليه ليه أنت معناتها تو إكزاجير معناتها كيسكو معناتها سي با فغي معناتها أونتر كيمي. دونك إل ني با دو كونسيون سي با فغي، ماهيش هي تكذب في بنتها، ماهيش واعية جملة اللي إل يا غيالمون أن بروبليم، إل يا أن بروبليم اللي كان معاش. إل يا بلان ديكزامبل معناتها مع عباد كل بيان سور كاتيغوري وسوسيال وكل واحد وحياته معناتها ترى كومون سا سباس فقدان الذاكرة فيه. مثلا مع عباد تصلي تقول لك أنا صليت ما نعرفش روحي، تفيق بأمها تعاود تصلي ا بلوزيور ريبريز، تعاود تسالها اذن ما اذنش. دونك يا دي ريبيتيسيون كي سو فون، دونك شاكان دون سا في كل واحد يحكي لك حكايه. ما فماش انغوجيستر هذا ماهوش مرض، عندي سخانه، عندي كحه، عندي سي با اون مالادي اللي نحكيو فيها تاك تاك تاك، هذا كل واحد كيفاش العلامات كيفاش يجيو. دونك العباد اللي سون با تخي كونسيون اون جينيرال هذوكم اللي تخاف. بيان سور فقدان الذاكره دون لا مالادي دالزايمر اللي مالادي معناتها اللي هما سيريوز اللي بالحق اللي هي مشكله نتاع خلايا نتاع اعصاب اللي هي بدات تتعب افيك لاج، سي جون لا مخلف فقدان الذاكره باش يبدا عندهم اعراض اخرى اللي هما ياسر مهمين اللي يخليونا احنا كاطباء، باسكو الموضوع هذا يخص اطباء الشيخوخه واطباء الاعصاب واطباء النفسيين والطب العام بصفه عامه، لي ميدسان دو فامي، طبيب العائله، معناتها الاطباء كلهم برشا اختصاصات ينجموا يتعرضوا للمشكله هذه نتاع فقدان الذاكره. لا بلانت معناتها اللي انسان يجي هو ولا عائلته يتشكى عند الطبيب من المشكله هذه. شنو هو الاعراض المهمه هذه؟ الاعراض المهمه هو لو روتونتيسمون، معناتها تاثير فقدان الذاكره على الحياه اليوميه. معناتها مش ميكسبليك، انسان يكون باغ اكزومبل يمشي ياخذ ياخذ التران يهبط لتونس باغ اكزومبل، يولي ما عادش ينجم يغلط في ستاسيون، يهبط من رادس لتونس برشلونه، جو تدي ان اكزومبل براتيك معناتها. دونك لا ان زاريف بلو ما ينجمش يروح ما يعرفش يشانج دو ستاسيون، ما عادش ينجم يستعمل لي مويان دو ترونسبور بوبليك الوغ هو كان يستعمل فيهم خاطر هو انسى وين باش يهبط. دونك سا حاجه هذه باغ اكزومبل غراف. باهي دكتور باش نكملوا مع الاعراض المهمه، جوست نعاود نذكرهم اليوم اللي موضوعنا هو ذاكره عند المسنين. نحكيو مع العائله خاطر هذيا بالنسبه للذاكره سي با اون كونسلتاسيون بيرسوناليزي، ديما معانا مريض عندنا لا فامي ولا العبد اللي عايش معاه لا تيغ بيرسون لونتوراج نتاعو. دونك اون فا دابور اول حاجه نعملوا لانتيروغاتوار معناتها فوالا اون فا فيغ لو ديالوغ لانتيروغاتوار كيل كيستيونير ولا باش نسالو على برشا حاجات، على الدويات اللي ياخذ فيهم، على الامراض نتاعو، على شنو عالج قبل، كيفاش بدات فقدان الذاكره هذوما، شنو هما العلامات، باش نفهموا ونفهموا زاد العائله شنو هي المشكله نتاعها، معناتها شنو هما الحاجات اللي خلاو انسان جاب امه ولا ابوه للطبيب، معناتها شنو هي الحاجه كي لا الارمي اون جينيرال، شنو هو لو سينيال دالارم. بارفوا تلقى حكايه تقول لك عنده احنا توا 3 سنين ولا 4 سنين احنا فايقين به، اما توا الجمعه هذيا راهو صارت حاجه غاف معناتها اون جينيرال ولا. دونك وهنا لي زافي معناتها والعباد بيان سور التعامل مع العباد مع الحكايه هذيا ياسر ديفيرونت، معناتها مع عباد الارميست اللي اقل حاجه ام تي تروب لا ميموار يجي وي سانكيت ويعملوا تليفون ولا يعملوا كونسلتاسيون وياخذوا دي رونديفو ويشوفوا الطب، وفما عباد او كونترير عذر لهم حاجه عاديه ونورمال ياسر هو كبر وقهوه وهذه حاجه كي با افيك لاج. دونك لي زافي دونك لازمنا نفهموا اللي هو ما فماش حاجه عاديه عندها علاقه بالعمر اللي اشاك فوا اليا ان بروبليم لازم نعملوا ان دياغنوستيك، ومن دياغنوستيك هذاك نعرفوا احنا بيدنا كطب باغفوا نقولوا لهم اللي هذايا بون سي ان جون دالزايمر ديباسي ولا احنا يسون لا باش نفسروا لهم وما باش العباد تفهم ميم سي باغفوا مع الاسف ما فماش ادويه ما فماش علاج ميراكولو يا با دي ميراكل. دونك بعد ما نعملوا دونك اون باش نعملوا فحص المريض، دونك الفحص الطبي التونسيون نتاعو ليكزامان نورولوجيك الفحص اللي باش نعملوه احنا في العيادات ولا وين باش نشوفوا المريض،
وبعديك قبل باش نعملوا دونك لي زيكزامان كومليمونتير باش نعاونونا باش نفهموا روحنا اش عنده المريض. اولا ديما لازم نعملوا تصويره على الراس معناتها رنين ايديالمون كان عندنا كان في بقعه اللي موجود فيها متوفر فيها رنين المغناطيسي لازم نعملوا رنين ولا نعملوا ان سكانير او موا ولا باش نفهموا ربما تنجم تكون فقدان الذاكره هذايا نتج على مرض معناتها اون تيمور ان كانسير نجم تكون ولا مرض سرطان في الراس نجم يعمل الشيء هذايا معناتها لازم نجم نحطوا كل شيء sur le compte de l'Alzheimer alors que parfois نقاو تشخيص اخر voilà donc parfois donc لازم نتاكدوا الساعه ماشي عنده مرض خبيث ماشي دي ميتاستاز دان كانسير موجود في بقعه اخرى دونك دي الرنين هذا المغناطيسي يعاوننا زاد في التشخيص تاع المرض خاطر في الرنين نلقاو علامات يدلونا على النوع نتاع الديمونس فينا النوع نجمو اون لا كلاس فما علامات نلقاوهم في الرنين اللي يدلونا على الزهايمر علامات يدلونا على معناتها مشاكل الذاكره اللي جايه من جلطات المتواليه فما عباد اللي يعملوا برشا دي زافي سي جلطه بعديك اكزاكتومون دونك الاولانيه والثانيه والثالثه يوليو هذوك افيك لو تان على ما يكثروا الجلطات يولي لو سيرفو كانه فيه ديك الغربال هكا منقوب الكل اي لا سي جون لا بوف يعملوا حاجات علامات نتاع فقدان الذاكره يشبهوا برشا معناتها سور لو بلان كلينيك سو كون فوا احنا في لا مالادي دالزايمر دونك نعملوا ونعملوا تحاليل الدم بالطبع نشوفوا الغده الدرقيه تشتغل ولا لا لا تيغويد اون فيريفي دونك لانيمي اون فيريفي الكلوي نتاعو بيان سور تشخيص كامل بيان جينيرال ان بيلان سانغان بيان سور سو جوستيفي وبعديك دونك يسفي عملنا هذا الكل ومشينا فيغ لا بيست اللي هي تابعه لي ديمونس معناتها الزهايمر ولا اوتر معناتها لي ديمونس والا لا ديبرسيون بارفوا احنا بدنا كطب معناتها فوك اتر اونيت معناتها احنا بدنا مانيش دي ماجيسيان ولا دي ماجيسيان دونك احنا بدنا سي با ايفيدون من اول بارفوا سي تالمون ايفيدون من اول ما يدخل المريض et le comportement je me dis ça c'est un Alzheimer mais parfois il y a un bidna nhiro ou on ne sait est-ce que ou là تلقى العائله زاد متضاربه الاراء مختلفه واحد يقول لك اي الاخر يقول لك لا والمريض وانت ماكش عارفه روحك وين تو كاز باش تفهم انت بيدك وانت تو دو اتر لو جوج دونك دو في المشكله هذه كلها اي دونك لا احنا كطب باش نجموا نعرفوا احنا مين فينا ديريكسيون نعملوا لي تيست فما دي تيست فما دي زيكزامان فما كل دي تيست نعملوهم دي تيست دو ميموار ولا اللي باش يعاونونا باش نفهموا اسكو المريض هذا عنده تخبط الميموار ولا لا خاطر ما بين انت اللي حكيته لي هي حكايه ثقه بين الطبيب والمريض وبين الطبيب والعائله نتاع المريض انت جيت تقول لي امي عندها تخبط الميموار انا ما عندي كيفاش نصدقك ما عنديش طريقه اخرى ملموسه باش نثبت انا فيها 100% اللي بالحق المراه هذه ضيعت فلوسها ولا عملت لها حاجه ولا ما لقاتش ما نجمش انا سي اون كيستيون سي تري سوبجيكتيف ما فماش اوبجيكتيفيتي فما حاجات اخرين تري سوبجيكتيف عندك سكر نعمل لك تحليل نلقى التحليل قدامي طالع في سي كلير في الميموار يا با سا سي سا ريست ان بو ابستري فوالا دونك انت باش نجموا نعاونوا احنا عندنا دي بتي تيست حاجات سهله نعملوهم في الكابيني معناتها في دون لا كونسلتاسيون مثلا اللي نشوفوا بين المريض معناتها بارمي لي تيست فما دي تيست عندنا لا فيرسيون بالتونسي باللغه نتاعنا بالعربي معناتها نسالوهم مثلا نعطيهم خمسه كلمات ونقول لهم باش نقول لك خمسه كلمات بعديك مثلا نسالوا على حاجه اخرى ونرجع نقول له ترى ذكر معايا الخمسه كلمات باش نشوفوا انا معايا سوغ لو شون في الكونسلتاسيون سوغ بلاس معناتها اكل دوغري نفهم انا الذاكره هذايا شنو فما لو تيست المعروف ياسر هو لو ام ام اس معناتها اللي فيه برشا حاجات فيه الكالكول فيه لا ميموار فيه معناتها لي جيست افير نسالوا فانا نهار احنا فانا بقعه انت جيتني انا وين موجوده قداش طلعت فانا طابق فانا مدينه انت من بلاد احنا اليوم شنو تعطيني لا دات النهار والشهر وفانا عام احنا دونك توت ان تيست كي بيان كوديفي موجود كي تي معناتها فاليدي والطب الكل تعرفوا الطب الكل تستعمل فيه يخدموا به باش يعاوننا احنا كاطباء باش نشخصوا ونقولوا ساعه موجود ولا مش موجود فقدان الذاكره وهل فقدان الذاكره هذايا ينجم يكون عنده علاقه بمرض معناتها الزهايمر والا اوتر والا فقدان الذاكره بسيط ناتج على اكتئاب او ستريس او حالات اخرى. اذا كان نجحتوا في التشخيص دكتوره باش تعديو سيغتانمون للعلاج، شو هما العلاجات الممكنه لضعف الذاكره عند المستنين؟ سا ديبون من التشخيص، كان اكثر كان نلقاو التشخيص نتاعنا يمشي يميل للحالات البسيطه نقولوا احنا نبداو بالحالات البسيطه مثلا نلقاو مشكله في الغدد مثلا في التيغويد ما تخدمش لا باش نعطيو تريتمون هرمونال ولا لي شوز بشويه تحسن بيان سور كان نلقاو ورم ولا نلقاو مشكله في الدماغ اللي تستحق بارفوا لي بونكسيون لومبا
بيغ باش نحيو الماء باش يتفرهد المريض، هذوك نبعثوه للاختصاص بيان سور طب الاعصاب ولا جراحه الاعصاب، وذاك يولي موضوع اخر دونك ندخلوا نخرجوا منه سوجي. بارفوا الذاكره ما فماش مشكله معناتها ما فماش غوتونتيسمون سور لا في دو تو لي جور، هذه هي المشكله، تلقى عنده بالحق فقدان ذاكره وينسى ويسو كونسونتر با ما عادش ينجم يتبع لا مسلسل لا فيلم لا يحكي لك حكايه، يكون يقرا كتاب لازم يعاود ان اريف با، وتعملوا لي زيكزامان تلقى لي زيكزامان كل شيء غولاتيفمون سافا، معناتها انسان يكمل يسوق في كرهبته اما يقضي شؤون وكل شيء سافا، مي لا ميموار ينسى لي رونديفو نتاعو ينسى معناتها سا سي ان كيلكا، وتسال بيان سور على الكونتكست اون جينيرال ما كونتكست، يا اما خرج في الروتريت ولا الى ايتي ولا عنده مشاكل كو سوسوا فلوس ولا مشاكل مع عائلته ولا ان دوي ولا ولا مراه راجلها مات ولا ولا معناتها ديما اليا اون جينيرال قاعد وحدهم، يا بوكو دونفون مثلا يا بوكو دو ديبار مثلا العباد يقعدوا برشا كبار نلقاهم عايشين وحدهم افيك الاولاد كي سون با لا دونك لا سوليتود دونك توت سا توت سي ريزون لا توت سي ريزون لا فون كو سي نوع تاع اكتئاب اللي احنا نسميوها بالفرنسية دونك لا ديبرسيون ولا اللي هي ياسر ياسر موجوده واللي هي تسبب فقدان الذاكره وقله النوم ولا تولي انفي دو ريان. هنا احنا كطب بيان سور بشويه بشويه اون اريف ا ديتيكتي سا، المريض بارفوا حتى في الكابيني يولي يبكي ويحكي لك اكزاكتومون سو كي لو ديبريم وعلاش، وقت العلاج يكون تابع بالادويه اللي تعالج الديبرسيون. هذايا نحكيو لي شوز اون فا دير لي كلاسيك اي لي بانال. كان نخلطوا للمرضي دونك دالزايمر اي كومباني، هنا مع الاسف ولا وهذاك هو لو درام اللي هو ما فماش دواء باش يرجع الذاكره كما كان. كان عملنا التشخيص وقلنا المريض هذا عنده الزايمر ما فماش دواء يرجع لنا الذاكره، فما دواء باش يعاونونا باش اوموا الفقدان الذاكره اون اريف على ريتي على لو ستوبي اونفا لو غالونتيغ باش ما تصيرش معناتها لا ديتيريوراسيون الانهيار ما يصيرش فيسع فيسع فيسع. نحاولوا باش المريض يقعد لو بلوس بوسيبل خاطر العائله السوفر بوكو بوكو، نفهموا العباد تعيش مع عباد هذوما هما ياسر تعبانين معناتها سي دراماتيك معناتها يفو فيفغ افيك ان الزايمر باش تفهم شو معناتها اكزاكتومون. دونك وي اي نكملوا دونك لي ميديكامون اللي نعطيوهم باش الانسان يعيش في احسن الظروف، معناتها احنا لو بوت نتاعنا هي لا كاليتي دو في، لا معناتها نوفروا له ظروف نتاع حياه اللي تكون احسن حاجه، دونك نعاونوه افيك دي فيتامين اللي يقويوا الذاكره، دي برودوي ا باز دو بلانت، فما كيلكو ميديكامون اللي موجودين في تونس اللي هما يعاونوا كيف كيف بور لو غالونتيسمون اللي اجيس على دي ميدياتور سبيسيفيك اللي عندنا ونستعملوهم باش نجموا نعاونوا بهم، ولا اي بي نحاولوا باش يعيش باش نوفروا له الظروف ونفهموا العائله كانوا اجيتي كانوا ما يرقدش نعطيوه دي نتاع نوم ونسيست على l'alimentation, on prévient les infections. Ces gens-là, ils deviennent très fragiles. Donc, on favorise les vaccinations nécessaires. Donc, ils sont pris en charge. Le maximum dans de bonnes conditions. بدنا نذكر كل ما كنا نحكيو في نقطه مهمه ياسر دكتور اللي هما العلامات المهمه يلزمنا نركزوا عليهم باش نعرفوا ضعف الذاكره هذه من الجاي. دونك نكملوا نحكيو في العلامات المهمه. اكزاكتومون العلامات المهمه اللي بجنب معناتها فقدان الذاكره معناتها لا ميموار في حد ذاتها، تاثير فقدان الذاكره على الحياه اليوميه. كان يصير تاثير على الحياه اليوميه معناتها فقدان الذاكره هذه يولي مرض معناتها عنده معناتها تشخيص ومرض معناتها تابع لي ديمونس تابع للزايمر والا انواع نتاع اوتر ديمونس اللي هما ابارونتي. مثلا كما قلت لك قبل مثلا واحد ينسى ما عادش يعرف يستعمل لي موان دو ترونسبور. واحد حاجه ثانيه مهمه ياسر في فقدان الذاكره التعامل مع الفلوس. معناتها عبد منها تخرج تقدم تعرفش روحها فوق منها فلوس قداش اعطات قداش صرفت. دونك اول انديس اللي يخليك انت كطبيب كان عبد من الاولاد شكا من الموضوع هذا اون جينيرال لا فامي المريض نفسه ماهوش اي سوغون با كومب بيان سور فوالا. دونك يجي يقول لك ما عادش نعرف انا خليت لها فلوس صرفتهم خرجت دونك ميم حاجه بسيطه معناتها دو تو لي جور لا في دو دون لا في دو تو لي جور. الحاجه الثالثه اللي هي مهمه هي كيفاش ياخذوا دواياتهم. اون جينيرال المسنين هم عباد عندهم برشا امراض، عندهم مرض السكر وعندهم الدم كوليسترول شرايين اكزاكتومون. اون جينيرال اكثريه الفئه هذه نتاع العباد عندهم برشا ادويه ياخذوا فيهم كل يوم. كان انت تدخل وتخرج وتشوف تلقى امك ولا ابوك الدواء ما تعرفش عليه، تلقى الباكويت مازالوا محطوطين ولا حاول ما تمسوش ولا ما خذاش ولا تسأله خذاه ولا هو ولا ما يعرفش يجاوبك ولا تفيقوا به. دونك
اي مشكله في التعامل مع الادويه، انسان يكون ياخذ دويته منظم يعرفهم في الصباح في العشيه، سي جامي الى اون بيرتورباسيون في لا فاسون كيفاش ياخذ الدويات لا اوسي دونك، ولا يجي يقول لك انا انت تفيق بي اللي امبوسيبل اللي هو مش قاعد ياخذ فيه الدواء معناتها، ولا ياخذ فيه بصفه غلطه ولا ياخذ فيه برشا مرات، دونك هذا سا فيتيغ هو ينسى ما يعرفش ما يعرفش دونك اني با كابابل دونك الدويات دونك لو ترونسبور لارجون ولا ولا استعمال مثلا توا لي نوفيل تكنولوجي. تقول لي برشا عباد هم عباد كبار كمام اللي تحطوا توا لو يعرفوا يستعملوا الانترنت والتليفون ولا لي تابلات وكل اون موان لو تليفون نورمال تو دان كو انت تقول لك ما عادش نعرف ما عادش نجم نستعمل تليفون ما عادش نجم نلوج على نومرو سور لو ريبرتوار ما عادش نعرف جو كومبوز مع دونك حتى تحل التلفزه تكتيل ولا لو كوتي تو سكي il perd ça bien sûr des عند انسان اللي هو ديجا عنده لي زاكي هذوما مش نحكي على عباد اللي عمرهم ما استعملوا الحاجات هذوما جوستومون مثلا التلفزه معناها نسكت نجم تحل التلفزه يوصلوا لبيبريد معينه اي هذاك دون دي كا بيان سور اما ندير نحكيو احنا او تو ديبي يبداو دي بتي سيني كوم سا اللي انت من الاول ان جينيرال سي تري ديفيسيل للعباد باش يقبل ولا باش اللي هو امه ولا ابوه ينجم يكون عنده مرض الزهايمر معناتها سي اون فاتاليتي سي ان سوجي انكور في تونس تابو دونك لي جون ان بور دو سا من بيهم ولا دونك تلقى دايوغ لي زافي بارفوا في العائله يسون تري بارتاجي هو جينيرالمون دكتور على لامبلور نتاع المرض تلمون يخوف ويوجع هما ما يحبوش يقبلوا اللي ابوهم ولا امهم عنده المرض هذا اكزاكتومون خاطر يخموا على شنو باش يصير خاطر هذوما العلامات من الاول الانسان يبدا مازال اوتونوم دي بتي سيني دو ميموار على ليميت ناس كل اون تو الموند اريف اجيري يلقاو حلول يلقاو شكون يعطيه الدواء ينحيوا له ما عادش يستعمل الفلوس يحطوا له على ذمته ما عادش يخرج وحده دونك ايل فون ايسيي d'arranger ça li ho mais en pratique c'est beaucoup plus délicat parfois donc à faire et à suivre dans la vie matal fi say li donc نرجع بخليف العلامات هذوما نتاع الحاجات اخرين هما حاجات اخرين لازم نفيقوا بهم في الطريقه نتاع العبد هذاك كيفاش عايش باغ اكزومبل il perd كما تقول انت ما عادش يعرف يستعمل يعمل الحاجات اللي هو كان يعمل فيهم بصفه de façon pas banale mais de façon automatique manarach مثلا ما عادش يعرف يقفل سوريتو par exemple je dis n'importe quoi voilà هذا متى il perd la manière il oublie comment on fait les choses متى l'oubli peut arriver à un stade où كيفاش نعمل كيفاش نمشط شعري كيفاش نقفل صباط par exemple voilà صحيت ولا متى كيفاش تخمل دارها دونك les gens se rendent compte que كيفاش ياكل معناه اي هذاك dans des cas ultimes dans des cas هذاك quand on avance avec المرضية مع الأسف كي نحكيو على الزهايمر هو مرض اللي هو بشوية 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 باش يبدا يتعكر معناتها الحالة نتاعو بعديك نخلطوا الحالات اللي ينسى كيفاش مش ياكل وتولي يلعب وتولي يتوكلوا دونك هذاك أما بارفوا من الأول يبداو بهتين تقول أنا أمي مستنسة مثلا ندخل نقاها مخملة الفرش بالكدا معناتها منظم بالكدا دونك عبد يدخل إلي بيرتوربي كي راه الدنيا مفرحسة ماهيش كي العادة دونك هي في مخها c'est ça ce qu'il faut faire mais là la mémoire nta c'est elle n'arrive plus à faire les gestes qui maizoum rem taamlou kima kent hiya taamel fihom qbel bien sûr dima nerjou sur les antécédents insane dia kifach kan mach narfou kifach tghayer w التغير بصير بصفه تدريجيه بشويه بشويه هذه ما باوش بين عشيه وضحاها ما تمسي با ماهيش بروتال الحكايه بصير بشويه بشويه وعمل نقدموا في العمر ونقدموا في الوقت عمل بيان سور لا سيتوياسيون با اوكي علاش اهم حاجه لازم نهزوا المريض نتاعنا في الوقت المناسب وطلع لي بي جو فو اكسبليك او فيت انا عندي خالتي ني ان 48 عملت دوز افي سي و الي باسي بار اون بيريود دو ديكري دو للبيرت نتاع ان بروش دونك عادت فما مينيموم لي 7 موا Elle était brasmi clôturée, sacrée à la roue, fibita, elle ne sort pratiquement pas, sacrée à la roue, Donc, bad, vous avez été confidué, t'as si la dame, vu qu'elle a amené deux AVC. Ce qu'on a dit, elle était confiée, douée, et vika, belbarche. Hazineh, enfin, t'nafret, t'pkol, ha, sacrée, surtout, hazineh, l'urgence, ou, il paraît que, ou elle est, elle oublie barsha. Donc Donc et Nathan, ce que j'aimerais savoir, madame le docteur, si c'est de la démence vasculaire ou elle a Alzheimer proprement dit. Vu qu'elle a déjà deux AVC ou
ou est-ce qu'elle doit être suivie par quel spécialiste au juste, mis à part les facilitateurs de l'Institut Neuro, par qui elle devrait être suivie, ou en plus, ça va se faire beaucoup, ou elle oublie comment manger, elle oublie comment avaler. Maintenant, elle les oublie, si elle les oublie, l'alcool. Mais vu le réseau d'alcool, par qui elle devrait être suivie? C'est ça que j'aimerais savoir. Ben, d'accord. Donc d'abord, le fait qu'il y ait déjà deux AVC, ça fait plus démence vasculaire, c'est clair. Ça n'empêche les femmes à des situations où on peut avoir une démence mixte. Est-ce que Flaïla Rand, comme je connais Rand ou Amal Alzheimer, il faut connaître... J'aime là. Donc il faut connaître aussi, et je ne me connais chez les femmes, a parfois des cas de famille d'Alzheimer. Donc, pour votre tante, ça fait plus vasculaire. C'est une démence vasculaire, trouble de la mémoire. Au Haja Ochra, je pense qu'il y a une dépression associée. Elle a été clôturée, elle s'est cloîtrée, c'est sûr, l'AVC lourd, puis l'AVC teni, un seigneur karouh d'un coup, Amel Jalta. Donc, c'est normal. La déprime fait partie, donc, de l'évolution des AVC. Donc, c'est un proche. Elle a perdu. Il y a eu le deuil aussi. Donc, il y a plusieurs raisons pour la déprime. Donc, est-ce qu'elle prend un traitement antidépresseur des sous Eliane? Antidépresseur, mais par contre, elle prend... je ne devrais pas nommer... C'est pas grave, on n'est pas dans des... oui, vas-y, dis-moi. Le respiridone rétabli. Exactement, d'accord, ben, ça marche. Donc, c'est ce qu'il lui faut, certainement, les antidépresseurs, avec comme tu as mis aussi. Là, je me trouve qu'on a là aussi une démence mixte, ça existe, là, les formes d'Oma, ce qu'on appelle les démences mixtes, mais la démence vasculaire, ou l'Alzheimer. De toutes les façons. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, docteur, c'est qu'elle est passée par une période très agressive. C'est pour cette raison qu'elle a été mise, entre autres, à traitement, la respiridone, comme médicament pour calmer. Moi, je classe ça. C'est que les gens, parfois, ils font des troubles qu'on appelle les troubles du comportement, que ce soit un marcheur, ou aller agité, ou aller au coulouficlème, agressif, physique, agressivité physique et verbale. Là, on peut avoir, donc, une double agressivité. Donc là, par qui elle va être suivie? D'abord, le médecin de famille, le médecin de première ligne, le médecin généraliste, les gériatres, donc, aussi, elle est née en 40, donc elle a 71 ans, 72 cette femme-là, donc elle fait partie des neurologues, des psychiatres, donc beaucoup de médecins, il y a au moins 4 spécialités d'accord. لاحظت عليها تمسم عليها او ديبوت مثلا نحكي الحقيقه تنسيها وبعد تجي تعاود لي لا توا معناها نجم نقول لها عامين اكلي زيد بها الشيء فهمتني باغ اكزومبل ساعات نحسها على الوسين ولا كري باغ اكزومبل قدمت لي تبدا تحكي نقول له ام مثلا شنو تقول لي وليديك هيك راهي تحكي معايا وهكا وعندي انا مون بلو غرو بروبليم اللي هي خويتي خاطر انا وياها هكا هاو في الدار فهمت مثلا انا سكيما شوكي نهار نحكي انا وياها جاتني قالت لي نبيله امك وين قلت لها امي معناها انت لو انا ما عنديش ام اخرى معناها انت بركه امي وتقول لي على خويتي خاطر عندي معناها زوز على ليترونجي زوز اوغوزمون هوني في جربه معناتها باش نمشي تما مع البارح مثلا جينا من جربه قعدت نحكي انا وياها قلت لها امي عرفت احنا وين احنا تو في لفايس قلت لها مول البارح احنا في جينا من جربه قالت لي انا جيت من جربه انا عندي قداش ما جيتش من جربه وانا مشكلتي اللي انا او ديبي معناها وقت اللي تنسى ريت مش نجاوبها اغريسيفمون معناها كيما نقولوا انا قلنا امي مثلا تفكرك الحاجه باش نقول انا مخها بالكش يخدم وتسترجعك الحاجه فهمت وعندها زاده مشكلتك تخبيا اون فوا تعطيها حاجه وتحطها في بلاصه صدقني نقص ساعات فما برشا حاجات باغ اكزومبل حكتهم تو ما لقيتهمش تركت انا وراها ويبدني ديما وراها وعندي مشكله الخوف معناتها كي باش تخرج معناها لبرا تو معناها وليت نتلز باش نسكر عليها بالمفتاح خاطر انا وياها بركه في الدار نتلز باش نسكر عليها بالمفتاح ونمشي وساعات كي نبدا نحكي معها مش هي اللي با اغريسيف معناتها دو ناتور مي انا ساعات كي نبز عليها نحس تولي اغريسيف فهمت زعما جاوبها دكتوره داكور دونك تو ديجا هذه بالنسبه اللي حكيت لنا انت هذه كل هذوما علامات يظهروا اللي المرض معناتها موجود ومتقدم زاده مع الاسف معناتها باسكو لا يا دي تروبل دو كومبورتمون حكيت على لي هالوسيناسيون دونك تحكي مع التلفزيون تحكي مع عباد ولا دونك هذوما الكل
وحدها دونك لا لو دياغنوستيك اللي لا دونك يفو سافوار توا شنو هي لو روتانتيسمون يسكون معناتها توا المشكله توا العائله لازمها معناتها تكون هي تاخذ الامور معناتها ونحاولوا معناتها اون ديمينيو لي ديغا ولا باش نستحفظوا عليها باش ما تصير لهاش اون كاتاستروف باش ما عادش دونك يفو لها ما عادش تخليها طيب ما عادش تخليهاش تخرج وحدها في الشارع دونك دي شوز باغي كان ما ترقدش لازمها تاخذ دويات باش تنجم ترقد كان الي اغريسيف يفو لا كالمي كان فو جوجي لي حاجه معناتها ما تنجموش انتم تستحملوها فما دي ميديكامون نجمو نعاونو بيهم بوغ كو لا فامي تنجم تتلهى